مرحبا، اولا كنشكر كافه مهني الصيد البحري من الصيد الساحلي والصيد التقليدي العاملين باقليم الصويره على هذا الحفل اللي قدموه على شرف مندوب الصيد البحري ديال الصويره كعرفان لهذه المده اللي قضيناها جميع في تسيير وتدبير القطاع. الكلمه ديالي اللي بغيت نوجه للعموم العاملين في قطاع الصيد البحري انه خص الكل يامن بانه في الحفاظ على الثروات البحريه خير للجميع، يعني ما نتسناوش انه خص يجي ضروري يجي واحد يراقبنا ويدينا باش تكون النتيجه. راه انطلاقا من المهني هو خص يوعى بانه الحفاظ والاستغلال المعقل للثروات البحريه غادي يرجع ليه الخير، ماشي سريع ولكن متوسط المدى وبعيد المدى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله. اليوم حضرنا في هذا الحفل ديال التكريم ديال سي رشيد قريش في مدينه الصاويره، وكنعرفوا على الاخوان بانه المهنيين كان واحد التعاطف ما بين الاخوان ما بين الصيد الساحلي والصيد التقليدي على العرف على مدينه الصاويره. ودعنا اليوم واحد الرجل اللي هو اب حنين، واحد الاخ اللي ودعنا اليوم للوداع الاخير في مدينه الصويره. وكنشكروا جميع كل من ساهم من بعيد او من قريب، وكنشكروا جميع جمعيات وتعاونيات ونقابات وغرف، وتنشكروا النائب البرلماني الحاج جني على الدعوه اللي بنينا الطلبات ديالنا وحضر معنا بواحد المجهود كبير. وحنا الحمد لله كنبينوا التعارف ديالنا على مدينه الصويره بانني راه كاينين المهنيين اللي هما الحمد لله راه ما كنفوتوش حنا بعضياتنا، ولو مهما ما كان الحال بيننا وبين، ولكن مشينا اليوم حنا بالنسبه لينا حنا كاخوان ديال الاتحاد المغربي للشغل اللي مشينا في واحد الاتجاه، لانه عندنا واحد الحزن اللي هو حزن كبير على السيد المندوب اللي فقدنا، واحد الرجل اللي هو كان اب حنون، يعني الودود معنا 6 سنوات، بدا معنا 6 سنوات وشهرين هنايا، وحنا كنودوه نتمنوا له التوفيق في المصير ديالو وفي العمل ديالو اللي هو غادي يلتحق به من مدينه الصاويره الى مدينه اكادير. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم كنودعوا واحد السي رشيد قريش، واحد المندوب اللي كان في المستوى اللي كان اداري ومهني. السي رشيد اللي كان ديما مع المهنيين مع البحريه، السي رشيد هو اللي كنعتبره اليوم فقدنا واحد الرجل اللي كان كيودي المهام ديالو في المستوى لا مع الاداره ولا مع المهنيين. السي رشيد كان الحمد لله ديما مع اتصال لا كبير لا صغير، لا بحلي لا رئيس لا باترون، كيعيطوا لاي وقت كيوجههم اي عشان ابغى يسن ساعه ديما التليفون ديالو قدام، واخا كونجي واخا كيكون سميتو. الحمد لله هو كان كيف ماشي ديال القطاع. السي رشيد واحد نقول لك قول مهني انه هو كيفهم في القطاع بزاف، اي مشكل مشيتو معاه كيفهم الاداره، اي وثيقه وقفتي معاه في الاداره تشد في بلاصه، اي كان حال مشكل كيف كولك. الحمد لله السي رشيد فقدنا واحد الراجل اللي كان في المستوى واللي كان اداري وكان معقول، وكنشكروه بزاف، وكانت والله يجيب شي واحد من احسن منه ان شاء الله رب العالمين. باش يوصلكم الجديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.